والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أظهر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري نقرأه على شيخنا حفظه الله ورعاه، قال رضي الله عنه: علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لو خلق الدنيا ما فيهاش أي بلايا ولا محن، وقال لك في القرآن إن الدنيا دي غرورة وفتنة وتجنبها، ما كنتش إيه هتسمع الكلام؟ ما هو لازم يدوقك محنها عشان لما يقول لك كده تقول آه ده أنا مجرب، والمجرب يصدق. فهمت ازاي؟ فعلشان كده بيقول ايه؟ علم انك لا تقبل النصح المجرد، المجرب عن التجربه يعني. فذوقك من ذواقها يعني من بلاياها. قال لك الدنيا غروره، وان الدنيا دي اذا اخذت منها وانت مقبل عليها لا تشبع منها. فلو قال لك كده من غير ما يجعلك تقف مواقف تجرب فيها هذا مش هتصدق. لكن هو ربنا يسر عليك هذا الامر ان لم يجعلها نصيحه مجرده، بل ذوقك من ذواقها واذاقك من اكدارها حتى يسهل عليك تصديق موعوده بانها مذمومه. فهمت الكلام؟ ولا صعب؟ اشرحه تاني؟ طيب اشرحه بطريقه تانيه. علم انك لا تقبل النصح المجرد. يعني مثلا ايه؟ انت عارف ان ابنك ده عايز يعمل مشروع، وانت مجرب المشروع ده قبل كده وعارف ان المشروع ده هينبني عليه خسارة كبيرة، لكن هو مش مسهل، ما عندوش نفس تجربتك، فتقوم تعمل ايه؟ تقول له ايه؟ طب انا هقول لك حاجة، ادخل في المشروع ده بنسبة بسيطة لان انت عارف انه هيخسر هيخسر، ما تخشش بكل مالك، لأنه مش عايز يسمع نصيحتك المجردة، هو عايز ياخد التجربة، مصمم إنه ياخد التجربة. فاهم؟ لأن الإنسان طريقته كده مجادل، ويجي مثلا يقول إيه مع إنه عارف إن أبوه خاض نفس التجربة دي وخسر، يقول آه أصل أبويا ما كانش متبع للشغل، شوية أنا بقى متبع. أبويا تعامل مش عارف إيه بس أنا مش عارف. أبويا كان الشغل هو بس أنا مش شغال. يقعد يبسبس 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 لحد ما يغرق. فهمت ازاي؟ الانسان كده مجادل. فيقوم ابوه بقى راجل عاقل وشايف ابنه انه حريص على انه يعني ايه يخوض هذه التجربه بنفسه. يقوم ايه يقول له طب ما تخشش فيها بكل مالك لحد ما تشوف الدنيا هتمشي ازاي عشان يدوق من ذواقها، فلما يدوق من ذواقها يصدقه يقوم يبعد عنه. فربنا من رحمته بينا قال لنا كده. يعني ابتلانا فيها بابتلاءات لا تستوعب عمرنا. جزء بسيط من عمرنا ما تستوعبش عمرنا كله، يعني ما دخلناش فيه بكل راس مالنا. انت عمرك 60 سنه، ربنا يبتليك في 60 سنه دي مثلا 5 سنين 6 سنين 10 سنين، لكن مش عمرك كله، عشان يدوقك من ذواقها تقوم تزهد فيها تقوم تقبل عليه. فهمت بقى المساله؟ لانه علم انك لا تقبل النصح المجرد، فاعطاك نوع من الذواق المر منها في جزء بسيط من عمرك حتى تستدل من هذا الجزء البسيط على انها مهلكه لمن اقبل عليه. هذه المساله. علم انك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها، ما يسهل عليك وجود فراقها. قال لك ان الاكله دي جميله صحيح، بس لما تزود فيها هيجي لك شويه اسهال وتتقال. تقوم انت بقى ينائم. تاكل 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 تاكل، تروح رايح تستفرغ واسهال طول اليوم. تقوم انت تتحرك بعد كده، كل ما تقابلها تاكل منها بوكين بس، لانك جربت. انما لو ما كنتش جربت وطول عمرك بتحب طعمها دي هتفضل تاكل منها تاكل منها مش هتقوم لحد ما ايه
يسيبك التخمه زي اللي بيصاب ده السعار اللي هو يسموه الكلب ده، يفضل يشرب في الميه يشرب في الميه لحد ما تتركز الميه وجسمه يورم ومخه يورم، يبتدي يهزي ويبقى زي المجنون، ثم يفقد النطق ويقعد يعوعو. الناس يقول لك ده بيهوهو، وهو بيعوعو بسبب ورم في المخ لان كثر شرب الماء جدا لدرجه انه ايه عوم المخ، لانه كلما شرب ازداد عطشا ولا تستطيع ان تمنعه عن الماء لانه بيزداد عطش وهو عطشان. فربنا جعل ده السعار ده نموذج لجامع حطام الدنيا دون ان يشبع. فلو انت عايز تبقى بهذا السعار، عايز تبقى زي الكلب المريض ده، خلاص اجمع الدنيا من حطام. لكن ربنا سبحانه وتعالى ادالك صوره قبيحه انت عايشها وشفتها، يقوم علشان ايه ما تقعش فيما وقع فيه غيرك. ادي ايه علم انك لا تقبل النصح المجرد. يعني قال لك ان مهما خدت من الدنيا مش هتشبع، تقول له لا انا هشبع. طب جرب كده، طب اديني بس جبل ده وانا هشبع. اديله جبل ده. قلت طب ما كانش جبلين عشان بقى يعني يديله جبلين وهكذا. يقول له طب ثلاثه، طب اربعه، طب خمسه وهكذا. ما يشبعش. فخلق لك نموذج اللي هو اللي عنده السعار ده. اهو عطشان اهو. كلما شرب ازداد عطشا. كالذي يجمع حطام الدنيا، كلما جمع ازداد فقرا. فهمت بقى المساله؟ ادي الايه؟ علم انك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. فلما تعرف انها مره وبعدين ربنا كتب عليك فراقها، تقول الحمد لله ان ربنا نجانا منها يا اخي. يا سلام. فهمت بقى؟ لكن لو ما ذوقكش اي مراره فيها تفضل عاضد عليها. ولما تيجي تفارقها ما تستحملش فراقها. فهمت بقى؟ لكن لما يذوقك مرارتها، لما تفارقك تقول الحمد لله يا اخي خلصنا منها، حبل الذي عافانا ونجانا. كل ده جالك منين؟ من انه ذوقك بعض ذواقي. فهمت كل حاجه؟